وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب الساعة، أهلا وسهلا، يا مرحبا فيكم جميع. الحين مشروعنا حلو، وايد حلو بيكون، اللي هو أبا أضيف مطار. يعني كل مدينة على حسب ظروفها أنا قاعد أسوي لها المواصلات وهي السوالف، لكن الحين الهدف الأساسي أني العاصمة هي تكون الأساسية اللي يكون الضغط عليها في كل شيء، مع أنه يبالها أكل ومن زمان ما اهتمت فيها. فالحين بسوي مطار العاصمة، ومطار العاصمة بسوي مكان استراتيجي. يعني مثلا عندي هنا ترام، ما شاء الله مدينة كبرت والله، أبا أحطي مطار هنا وأسوي مواصلات داخلية بالترام إلى داخل المدينة. بس كيف أسوي الترام؟ والله عندي طريق هنا أقدر أوسع الشارع هذا على أساس أسوي أوسع شيء أقدر. ما أقدر أوسع من شيء زين، أقدر أوصل بعد الشارع بالطريقة هاي لقدام المطار. هاي أصلا ما تستاهل الشغلة. انزين الحين أبزيد الزحمة هنا، لأن كل المواصلات كل مكان موجود هنا، عرفتوا؟ فإذا حطينا مطار مثلا بالطريقة هاي على البحر، شوفوا أحس مكان حلو الصراحة حتى في مطار. انزين أو أميله شوي، انزين وأسوي مطار، انزين وأحط الشارع، شارع ترام طبعا قدام منو؟ المطار. خلنا نسوي قدام المطار بالضبط، أيوة ترام هني، والترام بيجي هني بس حق المطار. كشكل هذا مش غلط، مش غلط أبدا كشكل، بس اللي بيستوي الحين أنا بيجي أطور الشوارع كلها على أساس أن الترام يقدر يمر من عند منو؟ المطار، بس في الوسط بيمر، لأن هالشارع أول شيء وسيع، ثاني شيء ممكن نسويه بالطريقة هاي. شوفوا، شفتوا كيف؟ كان سهل، لأن بعد في جزء من المدينة لازم أزيد فيه محطات ترام ترى على فكرة، فما أعرف وين أزيد محطات الترام، يعني ممكن أغير مكان هذا تحت على أساس أمد محطة بعد زيادة. بس لحظة، هاي توصل آخر شيء؟ هي توصل آخر شيء، مش محتاج حاليا. زين، بس محتاج أزيد محطة ترام وين؟ بعد هاي المحطة، بس هاي المحطة يمكن لازم تنشل، لأن الحين هاي مغطية كل مكان، وهاي مغطية، شوفوا هذا النص، هاي تغطي هذا كامل، وهاي تغطي هاي المنطقة كامل، فهذه فعليا يمكن ما أحتاجها، خلاص بشلها. لحظة خلنا نشوف خليل ترام أساسا نعدل إذا في شيء. خليل ترام، زين لازم أشلها هاي، كانت انشلت بروحها، نايس، ما يحتاج اشيلها، ما يحتاج يسوي شيء، روح اضبط نفسه. حلو، ما عندي مشكله في الترام، يعني 9 وقفاتهم، كم عددهم هم في الترام؟ كم وقفهم؟ لحظه زين دقيقه، برد اسوي من اول فيديو الطف. زين الحين بحطي وقفات، اول وقفه لازم احطيها وين؟ هني اساس هذا يلف هني، ما احتاج هذا مغطي، هني ما احتاج هذا مغطي، واحتاج اضيف هني لفه على الترام. خلونا نوقف اللعب عشان ما نجيب العيد، بوقف هني بسوي ابجريد ترام. زين وهذا بالذات هذا راح اشله من هني، زين وراح اضيف وقفه هني بتغطي المستقبل هاي، وقفه هني، ومش محتاج وقفات ثانيه اتصور، يعني لان هذا تغطي هذا المدينه كامله يمكن اصلا، وهاي بتغطي هذا الجزء، وهاي بتغطي الجزء تحت اللي ما تغطي ذاك، هذا بتغطي الباقي، وما في زحمه اصلا على الترام، وهذا يغطي هذا المكان كامل، بس نحن نبى الناس تتنقل على الطريق هذا. خلني خليل ترام، خلونا امسح الخطوط كلها على اساس الخربطه هاي اللي في مخي تروح. زين زين، وايد محطات صار عندي خالد ترام، شت
ما عليه بصير اعدل هناك الحين. خربطنا شوي، ما عليه بصير اعدل الحين خالد ترى. زين الحين هذا مش موجود، بنزيد محطة اثنين، بعد اثنين بنزيد ثلاثة، بعد ثلاثة اوكي هاي بروح اضافة نفسها ما شاء الله عليك. اربعة بعد الخمسة بنضيف وحدة، ستة استوت عندي التغطية الحين المدينة رسميا كاملة. زين اول شيء خلينا نصير نعدل الخالة ترام، جبت العيد فيه انا. زين خلينا اد ستيشن اثنين ثلاثة اربعة خمسة، لا خمسة ستة سبعة ثمانية تسع وقفات. الوقفات ترى مش مكلفة بس في نفس الوقت ترى تخسرنا وايد وقت، هاي المشكلة الوقفات. انزين الحين هاي مفروض ان تسوي لنا شغل وايد. انزين الحين هني بنحطي مطار مدينة فيصل، انا قلت بحط المطار هني وشكلي بحطه هني مكان حلو. زين اذا اقدر زين ما يستوي، مكان صغير مكان صغير، فبالتالي شكل المطار راح يكون هني. والله توصل في الشارع دايركت بروحه حلو، بس بعدنا بنحط الشارع على اساس اني ارتب ترام، بسوي الشارع بالطريقة هاي بخليه يلف، وابى اسوي ابجريد حق الشوارع كلها. اوكي نايس نايس، وبنحط الشوارع كلها كترام، وبنضيف محطات ترام حق منو؟ المطار. الحين ذكروا ان هاي ما عندهم الا المحطات اللي هذا بشله، لازم هذا لازم الشله المحطه هاي. انا اسف اللي تتري الترام لكن راحت عليك. زين حطي هذا هني، حطي وحده هني بالمستقبل يمكن، بنحطي وحده قدام المطار، وبنيب فيصل ترام بس ما غلط هالمره بين خالد وخليل، هالمره فيصل. زين وبنحطي واحد اثنين. لحظه ليش في لفه غبيه؟ لاني انا شو سويت انا الذكي، لازم احط رقم ثلاثة وازيد محطات في الوسط. انزين الحين لازم اتاكد بس ان الترام يوصل كل حد، يوصل يوصل. لا الترام عندي التغطيه رائعه، ما اتصور احتاج اكثر من شو هذا. الحين بسوي لاين جديد، واحد اثنين خليل ايربورت، خليل خليل ايربورت. بهالطريقة هاي استوى عندنا مطار. الحين بيصير الحين بنطلع الطيارة من اي مكان؟ بنطلع طيارتين، شل ثلاثة انفار، واحدة بكم؟ 264 الف، بطلع ثلاثة بين هني وبين. ليش ما في لين؟ لحظة الموس شفر. زين اوكي انا حطيت شو على التو، وين خليل اير؟ ابو التشفير. اوكي واحد واثنين، اثنين وين فيصل؟ من مدينة فيصل هذه بعيدة والله، تستاهل مطار. شوفوا استوى عندنا طيران مهني لين هناك. الحين نقدر نطلع طياراتنا مهني وديهم على خليل ايربورت. فاستوى عندنا ناس الحين بيستعملون المفروض مطارات، المفروض في مطارات شحن بعد ترى، بس ما عندي وسيلة نقل ثانية، المفروض يستعملونه ان شاء الله يستعملونه، يعني بما ان في مواصلات في كل شيء، يعني اتمنى يعني انهم يستعملونه. زي خلينا نشوف هني الترام مال فيصل، فيصل ترام
ما قاعد يدخل فلوس بس قام يشيل ناس شوي 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 شوي، تعرفون انتم الترتيب يعني، ما له داعي اقول لكم. زين، هل عندنا سيارات جديده؟ اذا نسوي ابجريدات بما ان عندنا فلوس. لا، الحين اللي بيستوي بنتريق المطار ونشوف شو ترتيب المطار، هل المطار راح يلقى اقبال ولا ما راح يلقى اقبال، هذا موضوع ثاني. هل في ناس تتريق هنا؟ ما في ناس. في واحد يركب طياره، نويس. هل نشوف خطوط الطيران؟ في واحد يركب طياره، اذا واحد ثاني يركب طياره، نويس. ثلاثه طياره هين ترسل والله، حق مسافات بعد تخدمه. بس ليش يطيرون من هنا ما يطيرون من هناك؟ مفروض بالعكس، ان المدينه الكبيره هي فيها فرص العمل في العاده. في 9 هنا يتريون، فاذا هي يطلعوا فايدة يمكن ناخذ اكثر من 3 طيارات. خلينا نمشي شوي وقت اللعبه يطلعنا طياره جديده. لحظه زين، فيمكن شوي اكثر، خلينا نشوف يوم تنزل بيبلنا فايده، واذا ما جاب فايده هاي مصيبه. المفروض انه يدخل فلوس، طياره بسرعه توصل بعد ما شاء الله. السفن يبغى تشوف شو اخبارها على فكره، وايدين يتريون، وايدين اكثر ما نتخيل. بس ما طلع فايدته فعليا، ثلاثه ما يسوون شيء. هذا اوكي طلع فايدته، هذا الحين شال ثلاثه، هذا مو بشال حد، الحين بيبدون يشلون. فبالتالي اوكي الحين اذا الطيارات يطلعون فايده ممتاز. خلينا نشوف السفن لحظه، نوعا ما يطلعون فايدة بعدهم. هذا ما على مال الروح هاي بايسة. انزين، هذا معناه هني لازم نزيد كمية الفيول على فكرة، الفيول اللي قاعدية ما يكفي، نبغى فيول زيادة. هذا قاعد ينتج كل اللي يقدر عليه، ما يقدر ينتج زيادة. اذا هني ننتج فيول زيادة نقدر نودي فيول هناك بعد بالطيارة، نستطيع ترى بالطيارة نودي هناك، ما عندنا مشكلة. كم واحد هنا واقف يبي يسافر يا حبيبي؟ نويس، نشتري 3 طيارات غير. شكل المطار هذا راح يكون ربحه حلو. نعم، خلي يشلون الناس اللي هنا. لحظة، انا حددت لهم مطار اصلا. يا سلام، بيشلون اللي هنا وبيطيرون اللي بيروحون اول شيء المطار على طول. ارجع يوسخ، ما يصير ارجع طيارة. انا اطلع عيال الطيارات من هناك. 50 هني، كم؟ 7. قلت لكم اكثر الناس لازم تي. وين اخاف اتحمس و بعدين زين ما حصل فايدة. اذا اقدر اسوي كونفجر اقدر احطي، لا ما اقدر احطي مطار زيادة. بس هذا معناه عند استوى عندي مجموعة طيارات من البداية، لأن سويت أول شيء طلب في المدينة. يا حبيبي يا حبيبي، ما أكثرهم اللي يبون يروحون يردون. ترى وايد طيارات عندي. كم مسطول استوى طيارات؟ لحظة، ما شاء الله. فظيع الصراحة، كلام كبير هذا. ترى هذا معناه أقدر أجيب لمطار خليل هناك وايد الصراحة قريب، لأن هني وايد يتريون. بس ما بسوي أكثر طيارات، خلهم ينتظرون شوي. وايد 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 نقل جوي أشوف مطلوب، ما أعرف أغامر. خلني بغامر زين، وبنسير على المطار دايركت خليل إيربورت، وبنسوي 9 طيارات غير. أوكي، عندنا فلوس، عندنا كل شيء. اوف والله شيء خطير يا جماعة الخير، شيء وايد خطير هذا. بس هني قلت الزحمة ولا كيف؟ ناس تبى مطار. اهم شيء الزحمة هني ما تقل، لان هني اذا المطار خسرنا هني هاي مصيبة ثانية.
شو أخبار المدينة نفسها؟ ما فيها عماير كبيرة طلعت للحين مع كل اللي عليها إياها؟ خلونا نكبر شوي إنتاج الأكل، شو رأيكم؟ إن إنتاج الأكل أشوفه تعبان الصراحة. أول شيء من زمان ما جيت العاصمة أنا، خلنا هني، خل ندخل على خليل فارمز رود فيهيكلز. أقدر أبدل شيء أيدد؟ ما في شيء أيدد. كم سيارة عندي؟ 12 سيارة، بسويهم دبل. خليل فودز، خليل فودز ما يحتاج أكثر لأن أصلاً هم قاعد يشلون كل شيء، مو محصلين شيء يشلون زيادة. نحن محتاجين نجيب، لا في زحمة هني، في زحمة هني، الطيارات عليها زحمة ولا بندم؟ كلهم فل، طيارات كلها فل، طيارات كلها فل. في عنا طيارة جديدة معنا، معنا طيارة جديدة، انت لي طيارة جديدة بنبدلهم. لأن وين الطيارات تشوف زحمة قاعد تستويها، ما أقدر أزيد أحس أكثر. بس الحين محتاجين شاحنات أكل زيادة، شاحنات اللي هي تجيب المواد الخام. هل هاي ملحق على الإنتاج؟ لا مش ملحق على الإنتاج. خلنا نجيب من هنا، خلنا نطور الشارع. طورناه الشارع، بنحطينا مبنى كارغو زين، وبنسوي نيو لاين. خليل فود تو، خليل فود تو زين، وبنسير على خليل فود 1 لان اظني وايد شاحنات اكثر ما هم بيستهلكون اساسا. خليل فودز، انا مش خليل فودز، سوري، هذا خليل فارم لازم يكون اسمه فارم. خليل فارمز 2، بنشل من فارم 1 كم 24، بنشل 12 اللي سويناهم، بوديهم في طيارة جديدة على خليل فارمز 2. اوكي، اساس انتاج هني يبدا، نزيد الضغط على هذا، خلينا نجبره ينتج زياده. زين، هذا يشتكي من منو؟ لا علقت اللعبه. الله يا شباب، يا شباب كيف ترتيب اللعبه؟ سوت كراش علي. يا الله يا شباب، انت تشوفون اللي انا اشوفه؟ انت تشوفون اللي انا اشوفه؟ تشوفون الاستوى؟ انا ما سيفت اللعبة، ما حفظتها. يا الله، اظني كسرت اللعبة من كثر الايكونومكس. لا لا تقولوا بيرجعني قبل المطارات، مفروض اوتو سيفتي، وين بيرجعني؟ أرجوك يا شباب، مستعدين؟ مستعدين يا شباب؟ يا رباه، مش قادر أطالع. بسم الله الرحمن الرحيم، وين؟ هاي لا، الجيم الثاني رجعني شباب. بيرجعنا قبل المطار، شباب يرجعنا قبل المطار، شباب شباب مش ممكن. انتو شفتوا اللي استوى معاي ولا ما شفتوا؟ بس كنا ماشيين عدل ترى في اللعبة، ماشيين يعني ماشيين عدل، ماشيين اوكي. بس بيرجعني مال 5 دقايق، شيء 7 دقايق. يا الله، وين رجعني؟ لا الحمد لله، رجعني على اول مطار. راحة نفسية شوي يا جماعة الخير. انزين انزين، الحين اللي بسويه، مو مشكلة، بنزيد الفود اجين، خليل فارمز 2 بنسوي على طول، بعدين بتشوف باقي الشغلات. اوكي، لأن هنا بتستوي الزحمة نحن عارفينها، صح؟
زين فخلنا نطور الشارع وين كنا على اساس الدرب يكون عدل. زين وبنحط مال الشحنة على طول هني بلدنجز هني، وبنسوي خط هني لين هني. هذا خليل فارمز 2، خليل فارم 2، خليل فارمز 1 شو فيها؟ خلنا نشوف فيها 12 سيارة. وخليل فارمز 2 اوكي بنسوي له باي فيهيكلز من هني، باي فيهيكلز بني ب 12 حبة، بنشتريهم مليون شوية، بطرشهم خليل فارمز 2 اوكي. طار فنان شغال، كل شيء شغال، هذا شغال، بس ما بسوي هذا قبل الزحمة اساس تستوي زحمة شوي. زين على اساس اوكي بنزيد ثلاث طيارات الحين. زين بنتري شوي زحمة تستوي، بس زحمة الطيارات بتكون وايد حلوة. شو صار في السفن قلنا؟ بس انا بعرف ليش ما يرجعون، لو يرجعون بيكون وايد زين، بيوفر علينا وايد تكلفة. هذا دبلنا انتاج بس حفظ ولا ما حفظ؟ وين خليل كرود؟ وين؟ هي 40 40 شغال عدل، برودكشن كامل خلاص، اكثر من 40 ما احتاج. بس هاي وين رايحين كانوا؟ هاي اللي راجعين على اسمه على المكان هذا. زين ما بسوي زحمه شارعين، فشو بسوي؟ بسوي الشارع من هني لين هني. انا اسف يا بيوت، لكن افضل لي بمراحل اني اسوي الحركه هاي على اساس الزحمتين ما يتخالطون. تشوف وافضل لي اني اختصر هذا اصلا كامل، الدرب هذا كامل اختصره بالضبط. الحين حتى لو اسوي سيد الشارع ما تفرق معي، ترى الحين ما تفرق معي اوكي، على اساس انه ما يتصادمونهم. خلنا نكبر الشارع، عندنا فلوس وايد زين. الحين بيمشون اسرع وبيريحونا من وايد شغلات. التاريخ ماشي ولا على الموقف كان؟ بس مرات اللعبة نفس الحين تشفر، تمشي على كيفها لان تم ضرب الكيبورد ما اعرف ليش. زين هي ما كانت حركة مقصودة. 62 62 نحن كنا على كم طيارة شغالين قبل؟ اثنعش. الطيارات كلها صغيرة اصلا، ما في عندنا طيارات كبيرة بعدها ما طلعت. رجعنا ترى ورا في الوقت شوي، والله اخاف الصراحة بدق سيف جيم سيف بس سيف بس لان بنيت. انزين الحين اللي بيصير ان بنحب نبدأ شكل شبكة طيارات اكبر، بس هذا الحلو في المدينة هاي بتكبر بسرعة. بس كان تركيزنا لازم نصب شوي على هذا هني قلنا، على اساس يتطورون اسرع عنا. الغريب فيول وايد هني، في اصلا في 18 فيول قاعدين يوزعون شوي شوي، يعني مش انه مش مشكله. ترام اللي في مدينه خليل، شو خليل سيتي ترامز، خلينا نسير ترام خليل ترام، ببدلهم في الايدت، ببدلهم بخسر مليون شويه ببدلهم لانه وايد زحمه عندي الصراحه. وتعرفون شو خليل ترام، خلوني بشتري ترام. انا وين حطيت الترام هني؟ وبعد بشتري فوق ترام، ترامين بشتري على اساس ان في زحمه بتكون عندي وايد في المدينه. انا اتوقع شوفوا خليل ترام 4 الحين، خليل ترام 2 اداد لاين، بس محترتبه باللاين عشان تشوفوا عند بعض. خليل ترام 6 اوريدي على طول قام يطلع فلوسه، واللي هو شو اسمه خليل كابيتال. هاي اللي ما حددت لهم
حط، وانا قاعد اقول لكم يطلع فلوس يا رجل، تشفير. انزين هاين على طول بيطلعون فلوس، لان في زحمه وايد عندي في المدينه، عندي مطار شغال، ناس وايد قاعد تنزل في المطار، ومحتاج ان توقف وقفات اكثر الترامات مالي، لان حتى هاي بيعبي السفن، السفن بتدخل لي فايده من مكان ثاني دام ان في حركه هني سلسه. بس الاكل شو اخباره؟ هل كفى الزياده اللي هي كفى الحين؟ ما يقدر يسوي زياده لين يلفل، فاصلا لازم يبدا يلفل، هو من يوصل نكست ليفل بيبدا شو اسمه بيبدا ينتج وايد اكثر، لان الحين ما نقدر نوفر اكل اكثر للمدينه. لا اذا نحصل مصنع اكل ثاني، ما في مصنع اكل قريب، اقدر اسوي تولز هني بعد، اقدر اسوي بلاستيك. زين هالمدينه ايش اخبارها؟ ليش ما اسوي قطار؟ ادري انك قلت ما بسوي قطار قبل، بس احس مشروع ناجح اني اجيب الناس من هني لمدينتي. خلنا نحط قطار بيلدينجز ترين، ترين على البحر بعد دلوع. لحظة في ترين هني يركب، هني يركب الترين مو مشكلة، حاليا ما استعمله، بس اذا استعملته بسوي جسر. زين خلينا نسوي تراك وعادي نوصله في الشارع، لانه ما في حد هني، طريق فاضي يعني مأهول. ايوه بس هني لازم اسوي جسر، وعلى اساس اني ما اكسر الدنيا هالسوالف لازم اسوي عليها ستوب. وشو بسوي؟ اللي بسوي جسر، صغير من اول جسر بالطريقة هاي، على اساس اقدر اخطط القطار من تحته. اوكي ونحط اقطار الاستقبال هنا بدل ما نسوي اقطار ثاني هناك، بنيب الترام من هنا الحين وبنضيف نقطة على الترام. بالصبر الترام وين يوقف؟ لازم اشيل هذا نقطة المواصلات هاي، اغير مكانها، لان الموضوع الحين بيشتوي كيف ان الترام هذا وين يغطي؟ يغطي باقي المدينة، حلو، بس عندي حد يغطيها هني حد يغطيها هني، فبشيل هذا الترام ولهذا الستوب، بسوي الستوب بالعكس. خلوني اطور الشارع، زين بنشل هذه النقطة اللي هي هاي من الوقفات، وبنحط نقطة جديدة اللي هي هاي، هاي بتغطي المدينة كامل. لحظة خلنا نشوف المدينة كامل بتغطيها، هاي متغطي. اوه اوكي اكثر من كفاية، وايد اوكي. والحين بنسير على الترام، خليل ترام اوريدي بدلها، هاوكم نايس، وايد حلو، كان اللعبة تعرف اني بسوي هالشيء. الحين خلنا نشغله، الحين بحط قطار، وش قطار على اساس اني بالناس. وين صار هذا هو بيلدينجز؟ خلنا نحط قطار بيروح هناك اول، بيجيب ناس زين هني، بسوي لنا قطار عدل، عندنا فلوس. زين شو لون الخط؟ وش خلنا نسوي لنا خط اد لاين واحد بنفسجي بعد، شو واحد ايه هو مكسور مكان، شو
اكبر شكله كامل. اوكي انا اسف اجين سويت نفس الغلطه السخيفه الاوليه. انزل صبر خلنا نكسر ونحط قطار ركاب. انا حاط قطار شحن حق ركاب يركب نفس المكان. نايس هني نفس الشيء. اوكي حلو زين. هذا عاد من هني ستيشن لين هني. بس في اوكي انا قاعد اسوي اد رام لاين. شفيني مسطل اليوم زين. ترين خليل تو منو وانزو اوكي. وبنسوي قطار الحين حقي قطار عدل بنفسجي اللي هو ستيم الكتريك. معنا الكتريك ستيم انجن نبا. والله هذا شكله مغري بس احس مع الفاضي ما احتاجه وايد اكبر من احتياجي. بس هذا راح يكون كفاية بالنسبة لي وايد. بعد كم بحطي باسنجرز اصلا؟ 100 وايد اصلا. حتى 95 بس وايد بعد. 8.9 مليون والله مش رخيصة زين. ها بنحطي خليل لين تكون زو. يلا هذا قطار ثاني الحين طلع. وقطار الاول ايش اخباره؟ كم عدد الركاب اللي يشلهم؟ والله يشل الصراحة. الحين هالمدينة لازم نعطيها شوي منتجات ترى على فكرة. إذا نباها تزدهر شوي زيادة وفيها ناس نباها نعطيها شوي منتجات. بس هاي وقت الحلقة خلص اليوم. أشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.